كالي وين يوليو دي مجلس يا توتو بيار وان زانا بانو وان دانا ناو فيلمي ووازيان دانا وكانسيبان ووالين دي وانا دام واجو كان دانا قدوري هبان واجي حرموا دي مجلس يا خوس كالي وين
Zakaria Mistoa Shakabula I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
wari yaboga mkaribisho yema na shewa tuza kari ya mistwa najari mize mikro upande wa angu usikuja leo ikamwa betu na zakara mistwa ikamwa nishiniyo ya misele mwanatu wa jawa suri kwezi Amin. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب السعادة الوكلاء والمستشارين والمدراء أعيان المدن والقرى ضيوفنا الأعزاء أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام تحية لأصحاب اليمين في دار السلام تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام الحمد لله الذي جعل الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وخلق الأزواج كلها بالحكمة والبيان محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى كافة الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين هداهم الله بالإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد الزواج هي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد الزواج هي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة واستمرار الحياة الزوجية بطريقة الحلال وقد رغب الإسلام في الزواج لكونه آية من آيات الله وسنة من سنن المرسلين قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة وجعلها خير متاع ينبغي الحرص عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال أيضا ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها أسرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله وبمناسبة هذا الاجتماع هي إعلان الزواج لأخيكم أحمد علي ماد وجليش اسم شابير مع زوجته الحبيبة حلوى بنت يوسف يا بوار ممجي وميسوجي تبعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إعلان النكاح
وجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف بارك الله لهما وجمع بينهما في خير آمين وجعله الله زواج خير وبركة. بعد هذه المقدمة الوجيزة أقدم برامج هذا الحفل. هذاني يبرنامج هي حفلة تكفينو يبانجي هنا مني نرجو يشلي هامانو آي من آيات الله الكريم وزما نطالب ياسر عثمان فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم غيرا ولا تكرهوا فتياتكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
صدق الله العظيم. تكبير. شكرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. قبل رهاء نجا تكلزا نجا ذيلي سامدان من بياني يوكا تمجي تكفو ما يفضل يابان